الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما خاب والله من تمسك بكم من من لجأ والتجا إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا مظلوم يا غريب كربلاء ومسلوب العمامة ظلما والرداء. يا مولاي يا مولاي يا أبا السلام على من وصله دم والتراب كافوره والشيب قطناه ونسج الريح أكفاره والقنا الخطيب نعشاه. عدليك مولاي وفي قلبي من والاه. قبره السلام على الدماء السائلة والأرواح الطاهرات والصرخات النادبات. السلام على الحسين. خلنا نسلم مولاي ارفع صوت الضيائي. خلنا نودي السلام لأول يوم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسين. جاء المحرم فاستهلت الدموع ورنا زناد الحوز بين الأضلعين مذ أبصرت عيني بزوغ هلاله. ملأ الشجاع جسمي وفارق مضجعي. بعد يا شاعر شنو صار بك لما بدريت بالمحرم؟ وتنغصت فيه علي مطاعمي ومشاربي وازداد فيه توجعي. الله يا شهر المحرم الله يا شهر المحرم ما جرى فيك على آل الوصيل أنزعي. الله من شهر أطل على الورى
بمصائب شيء بالروس عرّ البعيد محمد اليوم يا موالي جالس بدار ينتظر من الحنفية ليش قاعد بالدار قال المرض هدني وإذا بالناعي أقبل إليه يقول يا محمد لقد هل هلال المحرم شنو سوى محمد صفق يدا على يد ونادى وحسينا إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وصلتكم لقاطات الدعوات دعوة لنيل الفضيلة والفضائل لكسب الثواب لكسب الثواب والكوامل هذه الدعوة التي وصلتكم أيها المحبين موقعة بثلاث موقعة بتوقيع محمد وتوقيع علي وتوقيع فاطمة دعوة في كل عام تصل إلينا إنها الدعوة بدون العهد يا شيعة باقين على العهد يا موالين باقين على العهد يا محبين نعم سيدتي ومولاتي باقين معك على العهد ما بقي الليل والنهار حتى لو ما وصلتنا الدعوة مولاتي احنا شيخنا الكواس جاوب على هذه المسألة قال تبكي كعيني لا لأجل مثوبتي لكنما عيني لأجلك باكية ولذلك كل عجبنا هذه الدعوة لكل من نجم تفضل على نفسه بالإجابة لكل جنب دعوة فاطمة سيدتي أنا جاي أواسيك سيدتي جاي أروح معاك جاي اخذ بخاطرك مولاتي على شبان وعلى اطفال وعلى الرحال راحوا اليك اليوم
شنو تقول فاطمة؟ يا شيعتي أقف لكم شفيعة في يوم المحشر، ما أدخل الجنة حتى تدخلون. ليش مولاتي قال أنتم واسيتوني 1400 سنة، واسيتوني بهذه الدموع، ولذلك في كل عام نجدد عهدا وفي عام، في كل عام نأتي ونقدم إلى هذه المآتم قبل أن نجذب هذه المآتم بالسواد. هيأنا أنفسنا، ما لبسنا السواد مولاي، لكن الأنفس وقفت حداد عليك يا أبو علي. الأنفس أخذت تبكي عليك بدل الدموع دما. في كل عام نجدد هذه المآتم ونجدد هذه الصيحة ونجدد هذه الصرخة ونرفع هذا الشعار عاليا. لما أوقف وأقول السلام عليك يا أبا عبد الله، مو فقط من هذه المنطقة ولا من البحر، إلا كل العالم اليوم يقف ويقول يا حسين السلام عليك يا أبا عبد الله. شاء الله أن يجعل للحسين في كل موطئ قدم في هذه الأرض علم ينادي السلام عليك يا أبا عبد الله. ليش؟ لأن الحسين مو فقط إلى فئة معينة، مو لأهل البحرين ولا إلى الشيعة ولا إلى المسلمين، الحسين جاء إلى البشرية أجمع. الحسين جاء إلى منه؟ جاء إلى الإنسانية، فصوت الإنسانية هو صوت الحسين، صوت البشرية هو صوت الحسين، صوت المحرومين هو صوت الحسين، صوت المطهورين هو صوت الحسين، صوت المنتشرين المنتصرين هو صوت الحسين. ولذلك كل ما لدينا نحن حسين، أنفاسنا حسين، أعمالنا حسين، صلواتنا حسين، تقربنا إلى الله حسين. فارجع إلى كل أمورك في الدنيا يتلاحظ بأن الحسين هو السبيل إلى تلك الأمور. الآن بالحج مولاي، لما تقف في عرفة، تقف في عرفة من بعد الزوال، زول الشمس، والأقف بعرفة من زوال الشمس حتى مغيبها، لحج التمتع أول مرة جاي حج الإسلام لوجوبي، وأقف أنا والمولى أصلي صلاة الظهرين. أول ما يكون تعلق قلب المؤمن بتراه يقول دعاء عرفة، أي دعاء هذا الذي دعا به المولى أبو عبد الله الحسين؟ شوف في أقدس بقعة، في أعظم بقعة من بقاع الأرض، في تلك البقعة التي من ظن أنه خرج من عرفة وإن الله عز وجل لم يغفر له فقد أساء الظن بالله. شوف لأي درجة ينزل إلى أرض عرفة ويطلع وظن بأن الله ما غفر له، أساء الظن بالله. ولذلك أول عمل تقوم في ذلك اليوم تقف وترفع يديك بالدعاء، والمؤمنون يقفون قيام. قال ليش؟ قال لأن الإمام قرأ الدعاء وهو واقف، يقف على رجلين رافعا يده. أول ما يبدأ مناجاته وتقربه إلى الله عز وجل باسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، شوف الطريق إلى الله عز وجل حسين. شوف أنت لما أجي تصير عليك كل هالنوائب وكل هالمصائب في هذه الدنيا، بس أجي أقول أنست رزيتكم رزايا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. أنت موسل وإلينا أبو علي، بعد من دونك ما نتسلى مولاي، أنت سلوتنا مولاي. ولذلك الحسين هو عامل رئيسي في أنفسنا، عامل الدينم المحرك إلى الله عز وجل. بتخيل العالم مولاي من دون الحسين شلون يعيش في جهد؟ شلون يعيش في الحباط؟ شلون يعيش في وحل الأدارة من الردائد الأخلاقية؟ وأكبر دليل شوف الذين جحدوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وينهم؟ وينهم؟ وين يزيد؟ وين ابن زياد؟ أين الشمر؟ أين ابن سعد؟ حجاج ابن أبجور؟ ليس لهم في هذه الأيام وفي تلك الأيام السالفة إلا لعاب من المؤمنين وعذاب من رب العالمين. هذول. لكن لما ترجع وتقول وين الحسين، بس أريد تجاوب كيف جواب؟ وين أبو علي؟ أريد أجاوب في زيارة الإمام وفي قلب من والاه،
تفضل مولاي تفضل تفضل. صل على محمد. الله صل على محمد وعلى محمد. وين ابو علي؟ انا اجاوب زياره الامام وفي قلب من والاه. حضره الحسين مو في كربلاء. بعض يقول لك الحسين في كربلاء، اما روح الحسين في كل فرد في كل انسان منكم روح الحسين، بل الحسين في روح كل منصب. كل منصب في هذه الدنيا يهتف باسم الحسين. بالامس الرابطة إلى المفكرين المسيح في العالم، لما إجت الليل أطفأوا الأنوار. كل واحد من البروفيسورات ومن التكاترة ومن المفكرين أوقد شمعة وهو واقف. ليش أوقدت الشمعة كمسيحي؟ قال لأن الإمام هو من أضاء درب الفكر والحرمية. شوف مولاي، حتى المسيح تقف إجلالا واحتراما إليك، تقف تقديسا إليك. شوف حسين، لا تقول جاء إلى الشيعة، لا حسين إلى الإنسانية. شوف الحسين في فكر المسيح، تعلمت من الحسين هكذا. شوف غاندي ما قال عن الحسين. شوف حتى الهندوس، حتى الهندوس والله من ضمن الأمور لا يعني جاء كيف الإنسان عليها. العام الماضي جاء واحد من السيخ، نحن نسميهم السيخ، جاء واحد قال شيخ شيخ، قال أريد أروح إياك السوق. نعم كان أريد. شو هذا والله ساكن كبير حال كتسر، خلنا نطلع شو نجد كبير. راح للسوق قال لي أريد أربع ذبايح كان يعطني لها. هذه الأربع ذبائح أضعها لها في أكياس، أذكر هذه الأربع. هالمرة قال خذ لي أيضا بعد عقلي كيسين من العيش وجابوا العيش، أخذ هذا وأخذ هذا وأخذ هذا. قال أدري يمكن لو أنا جبت ما يقبلون مني، لكن هذا من عندي إلى الإمام الحسين، من عندي إلى ما كان أبي عبد الله الحسين. هذا شنو؟ هذا عند ما يعبد رب العالمين، هذا إله غير عن إلهنا. ولكن شوف يقف إجلالا واحتراما لك أبا عبد الله. شوف كل مكان في العالم يقف إجلال واحترام إلى الإمام الحسين، إلا من نزع الله من قلبه محبة الحسين. هذا شقي الدنيا، شقي. ولذلك من نعم الله علينا لما يقول وش أعظم نعمة أنعمها الله عليك، إن جعل في قلبنا ولاية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك في كل موسم من مواسم عاشوراء نمد هذه اليد مبايعين لك مولاي أبا عبد الله أبو علي. ترى احنا على العهد ماشيين، احنا ميراثنا من ابائنا واجدادنا راح نقوم بعاما بعد عام، سنه بعد سنه، جيلا بعد جيل، قرنا بعد قرن، راح نقوم بمعاملتك يا ابو علي، وراح نرفع شعارك الى يوم الدين، حتى ناخذ هذا الشعار ونصل الى يد مولانا صلى الله عليه وسلم. عجل اللهم تعالى فرجه الشريف. شلون نوصل هذا الشعار الى الامام المهدي؟ ابين لك. في عندنا روايه تقول لما حملت فاطمه للامام الحسين، هذه الروايه في طعن الى مقام المعصوم فتؤول بتاويل اخر لانها كرهت حمله. هذه فسرونها بويش؟ حملته كرها ووضعته شنو؟ كرها. أما في مقام السيدة فاطمة الزهراء بأنها هي عالمة غير معلمة، وهي الدرة المعصومة التي عصمتها هي من الله عز وجل في مقامها المحمود،
ما يصل بها المقام إلى أن تكره. الله رفع شانها ورفع مقدارها وأعطاها الأصنع عن الزلل وعن الخطأ وعن كل أمر لا يليق بمقام المعصوم. ما تتكلم السيدة بهذا الكلام. لكن شنو الرواية؟ لما وضعت تجنبي قال أرضعتيني يا فاطمة؟ قالت لا يا رسول. ووضع النبي سبابة، وضع النبي إلهامه في فم الحسين، فأخذ الحسين يمص تلك الإلهام. قال منه يخرج ذكر النبي، ومنه يخرج قائم آل محمد صلى الله عليه وسلم. الله صل على محمد وآل محمد. ثم التفت قال يا فاطمة هذا شفيع أمتي، هذا اللي بيوقف شفيع إلى أمتي. نزل جبريل تكلم مع النبي، والنبي إذا نظر إلى وجه فاطمة بعد يتحلل وجه فرح. رواية يقول إذا نظر إلى وجه فاطمة تنزل من النبي دمعة. دائما تكون في حالة، يكون النبي في حالة استقرار، لكن هالمرة ينظر إلى وجه فاطمة ودموعه على خده. قل يا أبتاع يا رسول الله لا أبكى الله لك عيني، أشوفك تبكي سيدي ومولاي. قال ابني فاطمة لقد أخبرني جبرائيل. أخوان قال في البداية أفي ولدي؟ قال فاطمة هذا شفيع الأفا شاهد العين. قال ما يبكي؟ قال لقد أخبرني جبرائيل بأن أمتي تقتله من بعد. يا رسول الله متى هذا؟ قال في زمان يخلو مني ومنك ومن أبي ومن أخي. يا رسول الله من يبكي عليه؟ من يندبه؟ من ينصب له الياحة؟ من يقول عزاه؟ التفت إليها بني أخبرني أخي جبرائيل بأن الله يخلق له شيعة يبكونه ويندبونه سنة سنتين قال قال لا لا يبكونه ويندبونه إلى يوم القيامة. نائحين عليه، جازعين عليه، منادين في مشارق الأرض ومغاربها وحسينا وشهيدا وسيدا. ما أنقل فاطمة يا ما حوّف ليهم شفيع يا وأيضا لما نزل جبرائيل وأخبر ما يجري، أخبر النبي ما يجري على الحسين وأراه تلك الواقعة، التفت إلى علي وفاطمة والحسن والحسين أخبرهم. هل يخلق الله لك يا بني شيعة يبكونك ويندبونك إلى يوم القيامة؟ قال النبي أنا أقف لهم يوم القيامة. قلت يا علي؟ قال أنا مسقيهم من الكوثر يا رسول الله، شرب بعد ما يطبعون بعد أبدا. قلت يا فاطمة؟ قالت لا أدخل الجنة حتى يدخلوا. أصرخ ونادب شيعة ولدي، وإنت يا أبا محمد؟ قال أنا أجوز بهم على الصراط، أمسك كل واحد من إيده وأجوز به على الصراط. أبو علي وإنت سيدي ومولاي؟ قال أنا من زارني زرته. وين نزورك أبو علي؟ أنا لازم نفسد لك الكربلة. قال أنتم وتقولون بأن قبري في قلوبكم، أنتم الآن في ضيافتي في منزلي في داري، أنا من زارني زرته ولو بالنار أخرجت
شيعة بدنا بالمحشر يا حسين. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه أراد وصل كثير من الأمور إلى شيعته وإلى محبيه وإلى مواليه. رفع تلك الراية العظيمة، الراية المقدسة، إن كان دين محمد لا لم يستقم إلا بقتله يا سيوف، وديني من أجل أن أنت تعبد الله عز وجل حق العبادة، من أجل أن تعبد الله عز وجل مخلصا لدينه وإله من غير أن يشوب عبادته شيئا ضال. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يا سيوف خذيني قطعيني، لأن إذا ما قطعتني السيوف راح ينحرف الدين عن مكانه الصحيح وعن طريقه القويم. قدم الإمام صلوات الله وسلامه عليه نفسه كهدية كتضحية كإدارة إلى هذا العالم. ولذلك يقول الإمام كاشف الغطاء، الإمام زرع شجرة أحبى مولاي الحسين، زرع شجرة، شجرة تحتاج إلى بذرة، تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى أن تكون جذع وبيها أقصان وبيها بعد أوراق وبيها ثمار. قال بلى، راح أجياكم وحدة وحدة. شنو البذرة التي زرعها الإمام؟ قال زرع رأسه المقدس وسقاه بدمه، وذلك الجسد صار جذع وجدت الأرصاد نافع وعابس وحبيب وعون وجعفر ومسلم ابن عوسجة وقاسم وأكبر. وشنو أوراقها؟ يا أوراقها أطفال ويتامى ونساء وتاجرات. وشنو الثمار؟ قال الحسين أنت ثمار جعل له في كل مكان شيعة، جعل له في كل قطر علم، جعل له في قلب كل مؤمن كرامة، جعل في نفس كل مؤمن. ماذا جعل في نفس كل مؤمن؟ طريق قويم يهدي إلى الله عز وجل. ولذلك نرى بأن الإمام قد سقى هذه الدماء، قد سقى هذه الدماء بدمه الطاهر. ولذلك كل فرد إن الآن من صغيرنا إلى كبيرنا يمثل قطرة من دم المولى أبي عبد الله الحسين، قطرة من دم أبي عبد الله الحسين. هذا اللي راح ظمآن وعطشان خرج من هذه الدنيا ينادي وحى جدي رسول الله عطشان. أنا أموت عطشان بس الشيعة ترتوي، أموت عطشان بس الشيعة تعيش في حالة استقرار. أقول حبيبنا مسلم، ولما قل نظرت إلى ينادي وحق جدي رسول الله أنا عطشان. قل بعد شفت الرجل خلاص مش عارف على الموت، قل والله كسر قلبي، قل نزلت إلى المشرع، قل ملأت وعاء فيه ماء ومضيت إليه، أردت أن أسقي، من اللي وقف أمامي؟ علي بن علي بن الطعان المحاربي. قال وين ما أخذ الماء؟ قال أنا تسمع يقول وحق جدي رسول الله أنا عطشان، وحق أمي الزهراء أنا عطشان، أريد أسقيه. قل فقاتل للعين وحمل علي بسيفه حتى سكب الماء. قل رحت مرة ثانية ملأت الوعاء، جاني اللعين سكب الماء من يدي، مرة ثالثة سكب الماء من يدي. أقول لما دخلت في المرة الرابعة، أقول مجرد أن وضعت يدي رجلي على اليابسة وإذا بالأرض ترج، بالأرض تهتز والسماء ترجف. أقول أخذت أمعن النظر وإذا بالشمس تغيب، أمعنت النظر وإذا برأس الحسين على روح القدس. انتصر الحسين في ذلك اليوم. لكن الإمام يا شيعة ويا موالين، وإحنا في أول يوم من أول أيام عزاء بلغنا رسالة ثلاث مرات جابها وبلغها،
أول مرة لزين العابدين، وثاني مرة إلى السيدة زينب، وثالث مرة إلى منه إلى السيدة سكينة. شلون هذه الرسالة؟ أريد يعلمنا، أريد يوصلنا ووصينا الإمام. يقول زين العابدين: قبل أن يخرج أبي إلى الخروج الذي بعد ما رجع منه، قل كنت في خيمتي فدخل علي أبي وعمتي زينب، قل فتحت عيوني وإذا النبي الحسين مدرع بحديده لابس لامة حرب متقلدة سيفا. قل نظرت فعم زينب سن زيني إلى صدرك، قل سندتني عمتي زينب إلى صدرها، قل فأثنى أبي ركبتيه وجلس على الأرض وأخذ عبراني إلى صدره. قال بني علي في أمان الله، بني علي في دعة الله، بني علي أنت خليفة الله من بعدي، بني علي إذا رجعتم إلى المدينة بلغوا شيعتي عني نفسي. خلال وصية بني بلغ شيعتي عني السلام. والمرة الثانية متى؟ لما إجت زينب تقبله في منحره وتشمه في صدره. شنو قالت؟ التفت إليها قالت: أخي زينب إذا رجعتم إلى المدينة بلغي شيعتي عني السلام. في المرة الثالثة متى؟ لما خرت العلويات على جسدي المشرف، جت سكينة وخرت على ذلك الجسد حتى أغشي عليها، وعادت المغشية مؤمنين يسوون بي يرشون على وجهها ما يضمون إلى صدره يمسحون على رأسه. قل ولما ركبت بالصياد تتبواها لهجونها، صرخت ونادت: يا حسينا يا أبتا. أقبلت إليها زينب وأم كلثوم: ما بك يا سكينة؟ قالت عم زينب: نظرت إلى أبي في عالم الرؤيا وهو يقول لي: بني سكينة إذا رجعت إلى المدينة بلغ شيعتي عن السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، أريد أسلم إياك بسلام الإمام صاحب العصر والزمان، الآن واقف على ضريح الإمام نسلم عليه وهو يقول: السلام على الشلب الخضيب. ليش يقول السلام على الشلب الخضيب؟ ولن والدي ولن جدي الحسين قد خضب لحيته بدم صدره ورأسه، ويقول: السلام على الخد التريب. ليش سلمت على الخد التريب مولاي؟ قال: لأن جدي الحسين عندما خر من على دار جواد استقبل الأرض بوجهه، قال: السلام على البدن السليم. قال القوم: سببوا ما على جدي من رداء. بعد قال: السلام على النحر المنحور من الوريد إلى الوريد. وانت تقول في الزيارة: سيدي أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام، ونحن من هذا المكان أصواتنا السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفناء، السلام عليك وعلى ابنيك العليين الشهيدين، السلام عليك وعلى اختك الحوراء زينب، وجينا الجواب من عند الامام الحسين: وعليكم السلام يا موالي
محبي لكن يا شيحة شيحتي مهما شربت الشبح بالعين لي على الثرى راح الولد بدر كامل ما جرى عند الخلق مثل ولد يجلب الونة ويعالج نور عين روحته ويلي يا ويلي شيعه ولا حد اللي صار من قبل الفجيعه لكن مصابي ما جرى مثله يا شيعه شفتون حد بحر على صدره حتى رضيع بسهم الحرم طوكي يا الله أسألك وندعوك نتوجه إليك بالخلق إليك محمد وآل محمد شافي مرضانا داوي جرحانا فك اسرانا رد ورقانا غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم
جماعة الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا ومن ينكرهم يا كريم بارك لهم اللهم في أرزاقهم وأمالهم يا رب العالمين. المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع تقبل عملهم بارك لهم اللهم في أرزاقهم وأمالهم يا رب العالمين. واحشرنا في زمرة محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ووفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات موتانا وموتاكم وموتى المؤسسين. رحم الله شيعة علي بن أبي طالب في مشارق الأرض ومغاربها. جميعا نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات زاكيات على الحبيب محمد وآل محمد.